وحباه وجميل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه، يسعد صباحك. الله يخليكم. نحن حكينا عن الاطفال وكيف ممكن يتعرضوا للتنمر من زملائهم. شاهدنا كثير نماذج موجوده سواء في المدرسه، سواء ممكن يكون التنمر في البيت عليهم يسبب لهم العقده النفسيه ويتاخر النطق عندهم من جراء السلوك اللي بيتعرضوا له، مش كمشكله نفسيه. هو كطفل يمكن ما يكون في مشكله، بس قديش هذا ممكن يأثر على الأطفال ويخلي عندهم تأخر زايد بالنطق؟ في بعض الأطفال أولا ممكن يكونوا التأخر في الكلام عندهم بشكل طبيعي، بمعنى بيكون مولود وهو عنده تأخر في الكلام. بمعنى هنيجي مثلا عند عمر سنة، في نهاية السنة الأولى من عمر الطفل، بقدر أحدد إذا كان الطفل بيعاني مشكلة تأخر في الكلام أو لا، من السنة لغاية سنة وأربع شهور. إذا كان الطفل ما بدأ يطلع أي أصوات بتنم على الكلام، دي البداية في المرحلة العمرية اللي بقدر أحدد فيها ده كتأخر للكلام. أما بالنسبة كتأخر للنطق، هنلاقي عند عمر مثلا سنة وست شهور الطفل بيبدأ يقول بعض الكلمات زي بابا ماما، بعض الكلمات البسيطة التانية. لحد عمر سنتين بتبدأ تتكون عند الطفل حصيلة مفردات من خلال البيئة اللي حواليه، وبالتالي بيبدأ يطلع جمل بسيطة من كلمتين كنوع من التعبير عن احتياجاته الخاصة في البيئة المحيطة به. لغاية مثلا ممكن سنتين ونص تبدأ تزداد عنده الحصيلة، وممكن عند بعض الأطفال على حسب قدراتهم الخاصة يبدأ ان هو بدأ مثلا ما بيحكي جملة من كلمتين تبدأ يكون جملة من أكثر من ثلاث كلمات، وبالتالي يكون كلام واضح كويس جدا ما عنده أي مشاكل. فدي تعتبر يعني فروقات فردية، إلا لو كان أنا عندي في بعض المشاكل بتعوق عملية الكلام، إذا كانت مشاكل عضوية أو مشاكل متعلقة بالسمع، أو لا قدر الله اضطراب زي اضطراب في التوحد أو اضطراب التوحد بشكل عام. حلو. بس قولي منا. بس بحس أستاذ أحمد كمان أنه مش كل الأمهات بيكون عندها دراية أن هي تتعامل مع الطفل أو تعرف مثلا إذا كان الطفل ده عنده مشكلة ولا لأ. بنلاحظ بعض الأمهات كمان بتتعامل بشكل خاطئ، فهنا بشوف أنه إحنا محتاجين كأمهات أو كمجتمع بشكل عام توعية أكتر من قبل مختصين زي حضرتك مثلا، يكون في إرشادات معينة. بشوف بعض الأبهات مثلا كل شوية بيجي يعمل كده لابنه جنبه ودنه عشان يعرف إذا بيسمع ولا لأ، بيحاول يشوف طريقة نطقه للحديث، لأنه على المدى البعيد الموضوع بيكون مؤثر على حياة الشخص ده مدى حياته مش بس في طفولته. مظبوط. الأم مثلا عشان تكتشف إذا كان ابنه عندها مشكلة أو لأ، أول حاجة لازم تتأكد إن فحص السمع إن الطفل ما بيعاني من أي مشاكل سمعية. طبعا الطفل من بعد الولادة مثلا عند عمر 3 شهور بيتعمل له فحص سمع عادي وطبيعي، يتأكد إن الطفل ما عنده أي مشاكل في الحاسة السمعية. مع مرور الوقت مثلا زي ما قلت لحضرتك بيجي هنا اتكلمنا في موضوع إننا في نهاية السنة الأولى بنلاقي الطفل مثلا ما في أي أصوات أي شيء بيطلعها، فبالتالي ببدأ أشك لغاية سنة مثلا سنة أربع شهور ليه لغاية دلوقتي الطفل ما بدأش حتى يطلع الأصوات اللي احنا بنسميها المناغاة بتاعت الطفل اللي هي الأصوات الشيء الطبيعي اللي ممكن يحصل. فبالتالي من هبدأ بيبدأ الشك، ولازم الأهل يبدأوا يرصدوا الموضوع. مثلا ممكن أدخل لغاية السنة ونص وما زال حتى الآن الطفل ما بيطلع شيء، ممكن يجي في بعض الأطفال عندها سنة ونص ما عندها أي مشاكل تمنعها من الكلام وممكن يبدأ يتكلم عادي. بس هي الفكرة الأهل لازم بيركزوا مع الأطفال من منذ الولادة ان ما بتكون اي في مشاكل سمعيه، وان كمان هل الطفل بعد السنه هل بتظهر عليه بعض المشاكل مثلا زي احنا بنقولها بعض علامات للتوحد. علامات للتوحد مثلا ان الطفل ما بينتبه على الاصوات من حواليه، ممكن ما بيحاولش ان هو حتى يبص للشخص اللي بيتكلم معاه، ما بيتفاعلش خالص، دايما باصص في اتجاه السقف، ما بيحاولش يدي اي ردود فعل او اي ابتسامه او اي شيء من الامور دي كلها. دي برضو من ضمن العلامات اللي بتثير الشك، مثلا ان الطفل ممكن يكون بيعاني من شيء، ده كنوع من علامات مثلا اضطراب طيف التوحد او شيء. طبعا احنا ما بنقدرش نحكم عليه الا لغايه بلوغ مثلا الطفل العمر 3 سنوات. ليه؟ لان بيكون في المفروض في فتره اللغه ديت 3 سنوات الطفل بتكون اتكونت له حصيله، بدا يعبر بجمل من كلمتين 3 كلمات، بيكون بيعرف يعبر عن نفسه بشكل كويس. خلال الفتره دي لو الطفل ما بيظهرش اي حاجه من دي خالص
بنبدا ندور على الاسباب اللي ورا الموضوع ده. طب اذا كان خلال 3 سنوات وصل لثلاث سنوات وكان الموضوع عنده سليم والنطق سليم، بعدين تعرض لموقف معين او لحاله او صدمه وبطل يحكي من بعدها، كيف ممكن التعامل مع هذا الموضوع؟ هنا بتبقى مشكله نفسيه، بمعنى زي مثلا الاطفال اللي بتعاني مشكله التلعثم في الكلام او التأتأة. هنا بتبقى في اسباب نفسيه، حصل مثلا موقف معين او صدمه للطفل ادت معاه بعد ان هو كان بيتكلم مثلا توقف عن الكلام تماما. دي بترجع مثلا ممكن للبيئه داخل البيت او المدرسه نفسها، سوء في المعامله مع الطفل في حد ذاته نتيجه مثلا ان هو بيعاني من مشكله نطق بعض الحروف بشكل خطا او كده، عنده البدايه صعبه شويه في الكلام، بيعلق على مقاطع يعني بيعلق عليها شويه في بدايه الكلام او بيعلق على كلمه معينه. في الحاله اللي زي دي مثلا بنلاقي ان في جهل شويه، مع احترامي لبعض المعلمات الصف او شيء، ما عندهمش فكره عن طبيعه المشاكل زي كده، فممكن مثلا يحصل تعقيب على الكلام اذا كان من الزملاء او من المعلمات، فبالتالي اصبحت انا كده عملت صدمه للطفل، منعته تماما ان هو يقدر يحكي معايا للمره الثانيه ويتجنب الحوار معايا. بس في احيانا يعني بنلاحظ انه في اطفال في عندهم اكل للكلام، يعني بيجي بيعطيك جمله اكل الكلام او اكل كلمات، او كمان في عندهم النفس. شو علاقة النفس بتأخر أو بتلعثم الطفل أو وجود مشكلات؟ النفس له علاقة بالتلعثم، أوكي، ده بيكون عدم تنظيم ما بين الكلام وما بين عملية النفس، يعني بمعنى واحد عايز يحكي جملة ما بياخدش نفس كافي، أول لما يجي يبدأ الكلام تبعه بتلاقي التلعثم بيظهر معاه من أول حرف في الكلمة. تمام؟ بيحصل غلق عنده الأحبال الصوتية، فبالتالي ما فيش هواء بيمر. مجرد ما في هواء بيمر بتبدا عمليه التلعثم في الكلام. طيب هلا يمكن كمان دكتور احمد انه يمكن وجود بيئات مختلفه حوالين الطفل او لهجات مختلفه وجنسيات مختلفه بتؤدي الى خلينا نقول تاخر استيعاب الطفل للهجه اللي هو المفروض يحكي فيها، او خلينا نقول ترتيب الجمل. فلنفترض وجود الخادمه في المنزل احيانا بعيق الطفل انه هو يلقط اللغه او تكوين المفردات والمصطلحات. هذا جانب سلبي يمكن وبدي أسألك عنه. في شق تاني للسؤال بيقول إنه هل يمكن الأم لما هي مثلاً تحكي مع طفلها، هل هذا الموضوع ممكن يسرع عملية خلينا نقول ترتيب الجمل عند الطفل أو مثلاً التقاط المفردات؟ أكيد هيساعد كثير. أولاً حيكون تقصدي مثلاً زواجية اللغة، وجود أكثر من لغة في بيئة الطفل أحياناً بتأثر على بعض الأطفال وأحياناً ما بتأثر. يعني مثلاً ممكن الطفل يتعلم اللغة العربية واللغة الإنجليزية في نفس الوقت ويحكي بيهم، أو ممكن يتعلم الإنجليزية قبل العربية ولما اجي اعلمه اللغه العربيه بيقدر يحكي بيها عادي، مفيش مشكله. بس هي الفكره ازدواجيه اللغه، احنا لازم نركز اكتر لغه مستخدمه للطفل هي اللغه الام، دي اول حاجه. واي لغه بتتبنى تاني عند الطفل ما بتكون فيها اي مشكله بالنسبه له، اللغه الام لان هي دي اللغه التعبيريه اللي بيعبر بيها، دي اول حاجه. حاجه تانية مثلا بالنسبه للموضوع اللي حضرتك ذكرتي فيه، ان مثلا بخصوص يعني إن الام لما بتحكي مع طفلها ده لازم يكون من الصغر، بمعنى إن حتى لازم هو كتير بعده بالمهد عادي المفروض نحكي معه؟ هو نحكي معه لأن الطفل بكل حد بيكون طالما حاسة السمع عنده سليمة، الطفل بيسمع كل شيء وبيستقبل الكلام بشكل طبيعي، حتى لو ما كان فاهم بس بيستقبل. مع مرور الوقت ومرحلة النمو بتاعت الطفل بيبدأ يستوعب الكلام تدريجيا. تمام؟ فمن هنا طبعا أنا لازم أحكي مع الطفل من هو صغير، مثلا عند عمر سنة، سنة ونص، لازم ابدا اتكلم معاه مثلا عن، احكي له قصص، اتكلم معاه مثلا عن بعض صور العائله اتكلم فيها، اجيب بعض الالعاب اللي بتجذب انتباه الطفل وبتزيد من التواصل البصري بتاعه معايا ان هو يتفاعل معايا اكتر. فبالتالي حتى لو كان كلامه غير مفهوم بس لازم اتواصل معاه. بنشوف كمان ده استاذ احمد حتى مع الكبار، يعني تعرض البعض الى مثلا موقف نفسي شديد او محزن او صدمه نفسيه وعصبيه بتلاقيه بيأثر كمان على النطق. في ناس بتفقد النطق تماما نتاج موقف مثلا صادم او محزن. حتى في ناس ما بتيجي بتتوتر او تتعصب تلاقي ان هي بتترعش وبتقول اي كلام، يعني الكلام بيطلع مش مفهوم. فتدخل الحالة النفسية سواء للطفل أو للشخص الكبير وتأثيرها على نطقه وكلامه قد إيه مداها كبير؟ ده بالنسبة للأشخاص الكبار حضرتك تقصدي. نعم. أشخاص الكبار ممكن أوكي بيكون في مشاكل نفسية بس بيكون لها مشاكل مسبقة. بمعنى إذا كان شخص كبير بيعاني مشكلة التأتأة، تمام، فأكيد كان من الصغر عنده نفس المشكلة. تمام؟ ومع الوقت
ما تم علاج المشكلة بشكل كويس فكبر بيها. أوكي ممكن يكون بيسيطر عليها في الكلام أو بيتغلب عليها في بعض المواقف بشكل كويس، بس ما زالت المشكلة موجودة. وطالما المشكلة ما زالت موجودة هو يعني بيتجنب مواقف معينة في المواقف الحياتية إن هو يخوض فيها حوار أو شيء عشان ما تكون مشكلته واضحة. صحيح. بس بيقدر يحاول يتغلب عليها في التواصل مثلا معايا ومع حضرتك، بيحاول يعني في بيئة مغلقة، إنما كمثلا حوار بشكل عام أو شيء يتجنب مثلا حاجة زي كده لأن ما زالت المشكلة ظاهرة. طبعا الحاجات دي بتبقى ليها ممكن تكون وراثية وممكن تكون ليها أسباب نفسية. صحيح. ما يشترط إنها تكون أسباب نفسية بس، يعني ممكن تكون بالوراثة، يعني من عند عمر 4 سنوات بدأت تظهر المشكلة فبالتالي بدأ يكبر بيها عشان ما تم علاجها بشكل كويس. طيب دكتور، حضرتك ذكرنا من شوية التلعثم والتأتأة وقلت إن هو غالبا مشاكل بالنفس. هلا بس أنا حابة استفسر عن قصة بهذا الموضوع، في أمل بالعلاج بهيك حالات؟ في حالات بتتعالج بس ما بتتعالج بنسبة 100%، يعني ممكن توصل مرحلة العلاج نسبة 80% والله، وبترجع حسب كمان لاستجابة الحالة. في حالات لو كانت مشكلتها بسيطة مع الوقت ممكن بتتعالج بنسبة 100% ما بيكون في أي شيء واضح، إنما مع الحالات مثلا المتوسطة والشديدة مع العلاج أحيانا درجة يعني نتيجة العلاج بتكون بنسبة 80%، وفي بعض المواقف مثلا ممكن تظهر فيها مشكلة تانية بعد مرور وقت. بمعنى لو أنا عالجت المشكلة أوكي، ممكن لا قدر الله بعد كان من شهر أو شيء صار موقف تاني مع الطفل أو مع الشخص، فبالتالي بدأت المشكلة ترد مرة تانية. فبالتالي الموضوع مش إن هي بتتعالج زي مثلا مشكلة التأخر، أنا عالجت مشكلة التأخر والطفل بدأ يتكلم ويعبر عن احتياجاته وكل شيء بقى كل شيء طبيعي، خلاص هذه مشكلة وانتهيت منها. إنما مشكلة التأتأة بترجع لعوامل نفسية شوية، ممكن ترجع ترد مرة تانية. وكمان اهتمام يعني الأهل أنا بعتقد هو العامل المهم في هاي المرحلة، يعني إذا ما كان في اهتمام من الأب ولا الأم راح يأثر على الطفل إذا ما عولج مبكراً أو تأخر علاجه. تمام. وفي نفس الوقت لازم نراعي البيئة من حوالي، مش بس العلاج هو الكافي. صحيح. البيئة من حوالي لازم تتغير، لازم تدور في أسباب ولا لا. صحيح. حتى كمان مثلا زي أنا عندي برد مثلا أستاذ أحمد، فكل شوية أكون عايزة أعطس مثلا أو أكح يطلع الكلمة اللي أنا عايزة أقولها بشكل مختلف تماما، عشان الهواء يعني كله خارج مرة واحدة. عشان كده كمان تأثير المرض يعني. تأثير المرض أحيانا بيأثر على الألفاظ، بحس إنه تطلع أخنف مثلا. إحنا كل كلامنا كله عبارة عن هواء خارج. صحيح. تمام. دلوقتي أنا ممكن أفضل أتكلم معك بدون ما أخذ نفس لأطول وقت ممكن، بس كل ما بيخلص الهواء بتحس ان نبره صوتي بدات تقل تدريجيا. صحيح. تمام. انا يمكن في اطفال بيعانوا من هذا الموضوع لعدم مثلا توفر البيئه المناسبه لانهم يطلعوا بيحكوا، بس كمان في اطفال عندهم البيئه زياده عن اللزوم، يعني انا كنت ثرثاره من الصغر ولا شو يعني. هذه فروقات بتخيل. هذه فروقات خاصه، يعني مثلا في اطفال عندهم 6.5 سنتين ونص يعني ممكن يحكي بشكل كويس جدا وبتفهم عليه كل كلامه بنسبة 100%. أنا في طفل تاني ما تقدر تفهم. هل مثلا له علاقة بالذكاء مثلا؟ هل انه مثلا طفل اذكى من طفل هو اللي بيخليه انه مثلا يلقط الكلمات ويبلش يركب جمل اسرع؟ اي طبعا. يعني طلعت ذكية. ليها تأثير في عملية احنا بنسموها اعاقات التعلم، من ضمن الاسباب اللي بتؤدي لتأخر في الكلام انخفاض مستوى الذكاء عند الطفل، اللي هو عامل كبير حتى دراسيا مش بس على الكلام. دكتور احمد صراحه نحن كثير استمتعنا بالحديث مع حضرتك، شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله اكيد رح تكون لنا لقاءات ثانيه. نطلع بريك سريع، شو رايكم؟ يلا.